بعد أن غادر العمال مساكنهم متجهين إلى أعمالهم وقد أوصدوا الأبواب على ممتلكاتهم الخاصة، وفي الساعة 11:45 بدأت قصتنا العجيبة مع المصحف الشريف، حيث اشتعل حريق في أحد الغرف السكنية لعمال أحد الشركات في مدينة الرياض وبالتحديد في منطقة السلي. التهم ذلك الحريق كل ما في الغرفة من أغراض، وهرع على إثر نداءات المستغيثين فرقة من الدفاع المدني لتقوم بإخماد الحريق، وتغرق الغرفة بوابل من الماء الذي غمر جدران الغرفة وأرضها. وبعد أن خمد الحريق حصلت المعجزة الإلهية، حيث وجد المصحف الشريف على أحد الرفوف لم تصبه النار إلا أطراف غلافه. ويبقى العجب متواصلا حينما نرى صفحات المصحف سليمة لم يصبها قطرة ماء رغم خراطيش الدفاع المدني المسلطة على جدران الغرفة. فسبحان القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان هذا الحدث العظيم سببا مباشرا في إسلام أحد الإخوة من الجالية الفلبينية، حيث دهش واستسلم لهذا البرهان العظيم وأسلم لله رب العالمين بعد الحيرة الشديدة التي صارع فيها نفسه كثيرا. نقول عن سونوك سا إلكتريكال هنغن سارا أم مغابت كوي نسونوك لهات. بدأ الحريق من أسلاك الكهرباء، فقد احترقت كل أدواتي ما عدا المصحف الذي أعطاني إياه صديقي حامد من كينيا، فقد أعطاني هذا القرآن منذ زمن وكنت أشك فيه، ولكن عندما رأيت الحادثة العجيبة حيث شب الحريق والتهم كل شيء ما عدا المصحف، هنا فكرت في نفسي أنني يجب علي أن أعتنق دين الإسلام. Kailangan na talagang yakapin ang Islam. هذا المصحف نسخة مترجمة باللغة الهوساوية، قام رجل مسلم كيني بإهدائها لصديقه الفلبيني ظانا أن المصحف باللغة الفلبينية لعل الله يفتح على قلبه حين يقرأها. I give my friend Philippine. أهديت صديقي الفلبيني مصحفا مترجما باللغة الهوساوية، وكنت أظن أنه باللغة الفلبينية، وأعطيته نبذة عن الإسلام. وقد رزق هذا الرجل الكيني على نيته، حيث أسلم هذا الفلبيني بسبب هذا المصحف، ليس بقراءته
ولكن بسبب ما رآه من المعجزة العظيمة. وبعد يومين توجه إلى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في السلي ليعلن إسلامه وينطق بالشهادتين، معلنا ميلادا جديدا لنفس طالما تهوكت في الشرك والكفر. طيب اسمه بعد الإسلام؟ ngayon na Muslim ka na, ano lang ang napili mong pangalan? Abdullah. Masha'Allah. طيب تخبره الآن أنني سأنطق الشهادة حتى يرد معي. Ngayon ang saik natin ay gusto niyang bigkasin mo ang shahada, ang pagsasaksi at sundin mo ang kanyang sinasabi. Okay. Jahaz? Jahaz. طيب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. عفوه